امتعاذ ايدي صحن امرشحن ارتفرانين نتسلويت. ذحريش ايدي صحن امرشح لوفافات او شيش يوسف ازول فلون اتي تزايرين اي تزايرين ماس حدادو مهنيو السيناتور ذا مثل لكن قربو مرشح يتفرانين تسلويت 7 سبتمبر 2024 وقمتنا يوسف وشيش إقلان دي مرشح تيرني إغالني الملايين لفافاس قبل ما دفك غاهيل نغيني إقعنا ناهيل ومرشح يوسف وشيش بغاكا ديني غي واشو نكشم ذي تفرانين أجي سمرشحنا يوسف وشيش إقلان دي مريم زوارو تيرني غالني الملايين لفافاس نكشم ذي تفرانين أجي وكنا دنر أسيرم إني سمعتو بالوناس الوجبة سير مديني قولوا ندي فتيو غسك الوعد يتقص ان حصاد سشوية الحرس ان حصان يوعر الحال معنى انك شمدي تفراني ناقي يوكنا دنا رسيرم انك شمدي تفراني ناقي وكنو نسرى رثذلا ونسوغ على راضي الطرف نيساني لي ارثم بقدود ذي قنار اسرتيو انك شمدي تفراني ناقي يوكنا نصو طبرات اللفافاس سيكتي وين لفافاس ذي الثمنات دي ثمورة الجزائر انك شمدي تفراني ناقي يوكنا نسقوي لا سوفرنتي ناسيونال تدوكلات مورت ساقيتها وكليت مورت سوا مناسي سوا لما كمك يسو يفضات تموران غطاسي دي غارن يفضطو تموران كنيو سويدي دي غارن يوكن ان رنفورسيو لونيتي ناسيونال انك شمد دي تفراني ناقينيو يوكن ان رموبيليزي غان جندكوي تي تزايرين دي تزايرين ارثما والصنفار اسرتيو تيرني غان الملايين لفافاس انك شمد دي تفراني ناقيسيو نمرشح كماثنا يوسف وشيش يقلان تساكوي دي المزيسي البلو جون كونديدا ذو مزرو يوكي تفراني نتسلويت تمورت الجزائر يسعى 41 سكوسان معني ماشي كان حاش هذا المزي ميك شمر ونارا سارتيو الا ذا مغناس الاج دو 20 يسعى 20 سكوسان دونك اكثر من 21 سكوسان تاتا قلنار ذا القديش دو قلنار اسارتيو والا ذا ريسبونسابل كلا فافاس اشحال تيكال دونك الا ذا مريم زوارو تيرني غالي الملايين 2020 2022 ذا كراو ويستار لفافاس في كياس ثقه وكراو يعقلنا كلي كونغري ريسيست لي مومبر دو كونسيل ناسيونال لي فافاس في كان استيقي وكان اديوغار ايتيكيلت في سناث ذا ماراي ام زوارو تيرني غالن ان ملايين يوسف وشيش ذا غني ساعات تجربه الانتيريور ديز انستيتيوسيون الا ذا سلواي اختارت ذي لا ولايه تيزي وزو ذا سلواي وسقى مؤغرفان لا بيوي تيزي وزو 2017 الا نسكي ذا المزي كي سلواين لي بريزيدون دا بيوي 2021 باسكو يخدم يفكد كل جاديس يفكد كي وينيس يفقد كيك تزمرتيس عاودا اكدود تيزي وزو القرن رونوف لي ناس لا كونفيونس يو غاردا ذا سلواي لا بيوي تيزي وزو 2021 اختارنت غوفرين ناكل ولايه تيزي وزو نسيدا مزوارو يو غارد السيناتور غاف الولايه تيزي وزو ما نكشمد دي تفريني ناكي نكشمد سيونوس لوغو نقارن ثموغلي نقارد رؤيا نغ فيزيون ثموغلي ارزدا ثاهي البوسا ثموغلي اوزكا نناد يا كان ديت فراني نيكي نكشم 2012 نناد قوم تعرض وين السلوغونا نقارد فدة سواريض روح داويض قيم ولاش الساقي داغ لوني سيت مقلاتيني شعل ثقثفات نفود هنوالي انزرار زدات ام كاراني لي غاسو لما تاسكو داكي كفغانا تسقسي انتفات في قدود الجزائر غفت مورت الجزائر نكوني نكشم دي فراني ناقي يوكن يوسف وشيش هذه اللي دهونا راي شعلن تيفتيرين يوكن اكدود الجزائري ثمورت الجزائر اسواليو بعيد استمغليو ارزات نناد اهلنا اطاس اكس عام اكتوشي اين عنا انت مدورت وتزايرين يا لاس اطاس لي ريفورم رايرين ما بوليتيك ايكونوميك اي سوسيال ما بدرت كان كريم ديا كاين عنا لي ريفورم بوليتيك يوسف وشيش ما تفكا ما استيقا اسن 7 سبتمبر 2024 يوغار ذا سلواي تيك دوزا هذه يلدي النار اسرتيش ود ما حقاني يوسف وشيش ما يوغار ذا سلواي تمورت هذه ادير لكن قارن ازال القديش اسرتي يوسف وشيش يفكاد العهد ما يغرد البريزيدون هذه اللي اكل قرن ادي فكتين اللي اكوي محبس ان الراي ادي شوفه اكوي محبس ان الراي هو ادي شوفه يمخرف تسرتيت يوسف وشيش يفكاد العهد ادي كس لالواني 87 بيس اقلان سوين لوا
سيليرات إيجيك القرن ونسعرا أكو أزاريس كزرفان بومدان يوسف وشيش إناد أد خدمة ديكوباج أدمينستراتيف أحقاني ماشي الولايات أدي خرق في غيوانين يوكنا نكزرسي لافري دي سنتراليزاسيون يوسف وشيش إناك ما إلا يغرد السلوي تيقدو ذا أذيك سوكلي دايرا بارسكي نو تيقلان ذا عويقام زوارون نو تيقلان ذا لا بيروكراسيا ذي ثمورتنا يوسف وشيش داغن أين عنا ثيمتيو إن يكاس جهده تواشولت يوسف وشيش إن يكاس كرا فاميلي 20 ألف دينارا إثم الطوتيك سيرين خام يوسف وشيش إن دابس كرا 20 ألف دينارا إما عذار إن دابس كرا 20 ألف دينارا أكل شومور إمرا إن دابس كرا 20 ألف دينارا إن المذن أكل سيرين قارن دي تسدوي يوسف وشيش إن دابس كرا أدر لا روتريت أونتيسيبي وإذا كي خدمت 32 سكواسن زمرنا ذوين لا روتريت ماشي غير ما قلنا ديمغارن غير 60 سكواسن السكاد غير اختي غير اي تزايريين اتي تزايريين فوتيت مات فوتيم يوسف وشيش ات فوتيم اسيرم فوتيت يوسف وشيش ات فوتيم الجزائر وسكا فوتيت يوسف وشيش ات فوتيم الجزائر ونغمو فوتيت يوسف وشيش ات فوتيم الجزائر تنلي وين دي زرفان بومدان تنمرت وعطيكم صحه كرة ذو الوقت دي صحاني مرشح لو ام اس بي حسن الشريف عبد العالي الزول في الاول نمس في اليدين تمس في اليدين للراديو الجزائر في سناث مس ملك قراري اديوسان المند انتفراني نقين راديرين دي سبتمبر اديث الدون تمثيلة مس حسن شريف اديرسن اي لزيلكسيون اقين اديث الدون السجين وسدد نهضر أفين يانان أهيل النماس حسني شريف وميقف كان اسم أسوليف أسوليف ذا شوث تغنيت إلى قرن فارس أشحال يسقو سناقين الجزائر سقميث بول استقلالي نس هذه 62 الطاسي الجزائريين روحا أسمين إقلاق الدينين الجزائر أتول استقلاني نس أتفقسي الحكم الفرنسا أتفقسي الطلم من فرنسا يوكن أتروح الاستقلال أتفنو منيس أتجموس ورويس 30 سنة من بعد ذغن يساد 12 الجزائر الحرس ذي لزاني كاتربان ديس فغن دي الجزائر دي 95 دغين دي ثفراني نيانان لبريزيدنسيال إرقز انتولوين يوكن ذغن أذ خفير إرقاز أراي شفغن الجزائر ذغني سي الطلام ذي يثلا سي غير لي حالا ذي يثلا مانا ذا شو قلان ذي 62 ذا شو قلان ذي 95 أش أغاد هني دو دراغ سيناقين إمين سنف سي سي سنف التواريخ أقين التاريخ إي دي جان الجزائرين خمن ماشي في منسن كل يوني ديفغندي 62 ديوني ديفغندي 95 إلي تخميمة في الثروس الرزدات المكاراثيين المكاراثيهم إيه يولد نكوني ذو سولي فاقي ذي الفوطة قديث الدون ذي فرانينا قديث الدون نتوالي نتخميم في الدريان في الثروانا غرايرين المكاراثيين سيقير الرزدات ذا فارس انتقنيت إيه نساد سواهيل نسميه الفرصة نغسوليف ذي نراد يوين ثم زواروث الجديد ذي السرثيث ولاش ثامورث أراي كرن بلا تسرثيث ولاش ثامورث أراي توفنين بلا خبارن ولاش ثامورث أراي توفنين سيونو خبار نا سيوث تموغلين نا سيون الراي إمين تسرثيث إلا قد توفنو أف مرة وقاد إقزمرن أدفك نفوذ الجزائر أدفك نفوذ إي المستقبل برا ونا تولوينا ذي جيرين مرة جيرين شجر زدات ثنيان نغرس ما ثقد سرثيث ما 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 يرين الحريات ما يرين الغاشين عاشنا كن بغان أتقارن عند سنهوان أنشتقي ذي يوي لقد صقمنت في سودان في سودان المؤسسات المؤسسات تجين الجزائر يقومن في التفاصيل البيروقراطية البيروقراطية يعني وندمج روح الريال
لادمينستراسيون اديا في مانيس البيرو يتكي ثروايض ادك مصيد سيت غيوانين الله الدايره الولايه ح ولا ذوكاذ نيكس هاني صور دين قبق ولا خدم من يوكنا تكمو الجزائر تا فن ديما نسن البيرو يتكي ثروايض ايهي يوك ما تسقم ثارثيث ملا نجماني الجزائريين كل يونس الرئيس أكاكين أدف أدف ريوي ألا يسقمن المؤسسات تاكين ما تسقمنت المؤسسات أتيهمو ثمورث نسا أشحال السنين أكين مازال غيلي في الجزائريين السكنة عاد ثلاثة ذيك 1,300,000 الغشي إقمار كان يمنسن مازال أغيلي في بومان مازال أغيلي في الخدمة ارم سي 62 ثنا ادنت 60 سنه مازال الجزائريين مازال سن اغيدي في نيكلاند 62 داغلي في كلان السا يمي حسن الشريف يبويد اهلاكي ميكسوم الفرصه ذيين هذا الشرك مره الجزائريين يوكن نكسك يغفلنا كي يقول لنا في الجزائريين شحال سنين عاشت جدودنا عاشت تيما ولا عاشت نكوني ولا قرا غدنج اغليف يغفلان نتذمسا يورونا ولكن يوكن اتبدل فراونا اذا قد نفغ نكوني انا نروح نكوني نفدل نروح نكوني نفوطي يوكن اتسقم الجزائر النغ يوكن الرونا مر نكون بلاك عدا ذاين فلانا مي الرونا الى قد عيشن ثم عشت يلهان الى ثبرك ثم زوار ثك نتسرسن وقذ 62 نبود الاستقلال اكن نتسرسن وقذ 95 نفغد سي سي سي, سي المحنة ثبركنت الى قول هذا نكون يساقي انسرس ثبرك انت مزوار يوكن الرونا دفن سي الحف نتذمسا انشتاقي يدبوي ماس حسن شريف او ندقار يوكنت بدل السواث الى قتل ميذنا اكنت بدل السواث الى قتل ميذنا اكنت بدل السواث الى اشوريف الى انفارس ثوني تاقي 7 سبتمبر ويعطيكم الصحة وبقوا على خير. تران ذحريشي دي صحن امرشح مونان تبون عبد المجيد. السلام عليكم الزول في اللون امين غناني سي الغروز نتزاير والغروز الولايه نتباثنت ذا الممثل المترشح الحر ذي الانتخابات الرئاسيه اسن 7 سبتمبر ماس عبد المجيد تبون او سي غدا ساي ذو ثليغ في التمكين السياسي للشباب للمشاركه الغروز ذي الحياه السياسيه أقلان ذي قلين الوقت ذي العوامي قدان لان مغيبين في الساحة السياسية لان ذي الوقت ذي نوسنخسنشا أذبانا نوسنخسنشا أنشركن ذي صناعة القرار الديديوسا أسقواس 2019 ماني نضمن انتخابات رئاسية أقلان إلا يثرش حديثا ماس عبد المجيد تبون كمترشح حر ذين يساوى مجموعة من الالتزامات ذي لباس من القطاعات لباس من المجالات سيسن المحور المتعلق بالشباب المحور قلان يتعلق سلغروز ماني اسنيوشا الأهمية تمقرانت من خلال رؤية واضحة بشان أذولان أذنخارتن ذي الحياة السياسية وذولان أذخذ من ثامور ثنسن وشركن ذي صناعة القرار بعد ما يساوى الشعب نزاير ثق ذي السي عبد المجيد تبون ويتقلد المنصب من رئيس الجمهورية يخدم سهول يخدم سنيث يساوى أقلان فلاس باش أذي حول التزامات النس وهن يوعى غير تغوصة ملموسة ذي الأرض الواقع ونولان تهناهن ذي أرض الواقع على سبيل المثال يأسس مجموعة من الهيئات الاستشارية على سبيل المثال أسغيمي علاين الغروز أمكن قارشني المجلس الأعلى للشباب أقلان دور النس أسلمذن الغروز ذي باش يتحمل المسؤوليات السياسية الاجتماعية الاقتصادية وبشان ذولان الدفاع والطرفاع في الحقوق الشباب وذولان الظرف عن الاقتراحات والتوصيات ذي المشاكل اللي أقلان تخصان الغروز وثاني سي أهم الأمور أقلان يسواهن تمس عبد المجيد تبون ذي المحور الغروز ماني يعدل ذي القانون الانتخابات أقلان يلزم القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية بشان السوان وذي شركن 50% سي القائمة وكل ذي الغروز
ونهنى النتيجه النس النتيجه القانونيه هي ذي ارض الواقع من يقعد القانون الانتخابات نهنى ذي المجالس المنتخبه سواء ذي المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي البلدي نهنى لباس المشاركه من الشباب مثلا ذي المجلس الشعبي الوطني سي ربعة النواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ان في جسي الغروز يتمثل الغروز وثاني 80% سي الاعضاء من المجلس الشعبي الوطني غرسن شهادات جامعيه وسي 94 ذي الغروز نروح ثاني غير المجالس المحلية المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي الولائي من ينهن حوالي 9000 الغروز للمنتخبين الإحصائيات هي كل الأرقام هي كل تبينا نغض باللي ماسع المجيد تبون يشاء حقيقة الفرصة الشباب للغروز باش ندفن الحياة السياسية ومن بين ثغة وسوين قلان يسواهنت ماسع المجيد تبون ثاني ذي العهد النس الإعداد والتقييم للمخطط الوطني للشباب قلان يشمل مجموعة من المجالات وثاني المراجعة للنصوص القانونية أقلان غير الصلة وعلاقة سلغروز الأمور يكل تغوسي ونايا أكل إقلان مثل في اللاسن كامل سي تأسيس الهيئات سي التعديلات سي الأمور كلها قلنا يسواها أنت مسعى بالمجيد تبون ذي الأمور الغروز تبيانت الإرادة النس للالتزام النس باش أذيوعة الغروز نتزاير الواجهة للعمل السياسي ذي العهد النس والعادي يتطلع بشرير يذيو غير غرزات ذي الشأنية ماني قخص يخدم باش أذيوعة الشباب أذفن وضن خارطن ذي العمل الحزبي ويسهل سنسهل بريد باش أنا ثقلدن المناصب ذي المختلف للأحزاب مناصب قيادية داخل الأحزاب السياسية وذيرني هذه أخلق العمل الحزبي هذه ولا العمل الحزبي النغذي قول ذي ضوابط أخلاقية فنقارو نوالينا خصاغة دعوغ الشباب نتزاير كامل باش أنا ذروح أسن 7 سبتمبر غير صناديق الاقتراع باش أخيرا المترشح الأنسب المترشح بالمجيد تبون قلان يبدأ المسار النس والعادي يخصد يكمل المسار النس قلان يبدأ ذي العهدة قعدان باش ندعم ونبد قارنس فوس لقفوس من أجل جزائر منتصرة سلامت اتيا ذي دي صاحن وذي دي فدنر تفرانين نتسلويث